السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الآن غادي ناخذ تمرينين مهمين في المستقبل في المستوى، باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الخاصيات. كنعرفوا أن المات إذا ما كيكفيش فقط الدروس، لأن المزاولة ديال التمارين والبراتيك هي اللي كتخليك تكون كومبيتون في هذا المات هذا، إذا تكون كومبيتون في الدروس ديالك. إذا خاصك تحاول ما أمكن أنه ما تبقاش تسنى دائما حتى الدقيقة 90 ديال الفرض، عاد تمشي تطلع على التمارين، لانه خاصك تولي تعتاد انك تخدم ايديك بالزربه. وقت ما طلعتي من ساركيه بالسيزيام كتلقى الكميه كبيره ديال الدروس من السيزيام ولا بعض كميه هائله، اذا خاصك تولي تولف تحرك ايديك وبعض العمليات الحسابيه البسيطه تبقى تدوزو بسرعه. اذا هنايا مثلا عندنا تمرين بحيث لدينا المستقيم تاع طاولة التمثيل البارامتري ديالو هو اكس تساوي 2 زائد تي و y تساوي 1 ناقص تي. قال لك هنايا حدد التمثيل البارامتري لمستقيم دلتا يمر من ا 2 3 وموازي للدي. مزيان، شحال من واحد كيشوف التمثيل البارامتري او كيتصدم؟ اذا ما كاينلاش يتصدم. علاش؟ لانه هذا المستقيم اللي عندي هنايا دي للتمثيل البارامتري ديالو اكس تساوي 2 زائد تي و y تساوي 1 ناقص تي، اش كيهمني فيه انا؟ كيهمني فيه غير المتجهه الموجهه ليه، لان المتجهه الموجهه ليه هي اللي المعامل ديال تي زائد تي ناقص تي، يعني زائد 1 ناقص 1. ومن هنا نستنتج ان هذا اي، اذا الاحداثيات ديالها اللي هي 1 ناقص 1 متجهة موجهة لدي، موجهة لدي. إذا جيد، إذا أش بغيت ندير أنا كاع بهاد المتجهة واحد ناقص واحد؟ حنا عارفين أن إذا كان، انتبهوا، إذا كان هذا هو المستقيم دي وعندي إي، شتوها؟ اي متجهة موجهة لدي وعندي دي موازية لدلتا، فبالضرورة إذا كانت اي موجهة للدي ستكون اي موجهة كذلك لدلتا. إذا أنا بغيت نستغل هاد اي باش نحدد التمثيل البارامتري ديال دلتا. جيد، إذا لدينا دلتا، لدينا دلتا يمر من النقطة ا 2 3 زياد وموجهة بالمتجهة اي واحد ناقص واحد. مزيان، اذا هي كتمر من ا الى 3 وموجهة بالمتجهة اي واحد ناقص واحد هكذا. اذا بكل بساطة اذا ضربت اش غيكون التمثيل ديالها؟ غيكون التمثيل ديالها كتحط دائما اكس ايكغيك ديالك بكل بساطة، احداثيات ديال النقطة اللي دايزة هما جوج وثلاثة كتحطهم هنايا وكدير زائد زائد، اذا هاد واحد كتحطو هنا ناقص واحد كتحطو هنايا وبالتالي كتزيد تي ديالك. وشوفوا كنلاحظوا هنا زائد مع ناقص هي ناقص، اذا كنحط ناقص ديالي وهاني خرجت تمثيل بارامتري للمستقيم ديال دلتا. شتو؟ اذا بكل بساطه، اذا شحال واحد كيشوف التمثيل البارامتري كيتلف راه التمثيل البارامتري ما يخلعكش، التمثيل البارامتري ماشي شي حاجه صعيبه. واش مفهوم؟ راه التمثيل البارامتري تقدر منه تخرج المعادله الديكارتيه، بما ان لدينا دلتا يمر من النقطه ا 2 3 وموجه بالمتجهه اي واحد ناقص واحد، فكذلك هذه كتخول ليا باش نخرج منها حتى المعادله المختصره اللي هي ايكغيك تساوي ام اكس زائد بي. واش مفهوم؟ اذا هنايا عندي المتجهه واضح. اذا ننتقل الى التمرين الثاني. اذا في التمرين الثاني عطاونا معادله ديكارتيه للمستقيم اللي هي اكس ناقص 2 y زائد 3 تساوي 0.
حدد المعادلة الديكارتية للمستقيم دلتا المار من A=3 بحيث الدي يوازي دلتا. إذا حنايا عارفين أن المستقيمان المتوازيان كيكون عندهم نفس المعامل الموجه، ولا بغيت المعامل الموجه خصني ندير المعادلة المختصرة. إذا ندير هنايا المعادلة المختصرة ديالي، إذا كنحط هنايا هذه المعادلة بهذا الشكل، إذا كنحاول نعزل إيكغيك وندي كلشي لديك الجهة. إذا هنا ندير ناقص إثنان إيكغيك، إكس كيمشي لهذ الجهة كيولي ناقص إكس، ثلاثة كتمشي لهذ الجهة كتولي ناقص ثلاثة، ثم كنتخلص من هذا ناقص إثنان عندي ضرب كتولي قسمة كتولي ناقص إكس ناقص ثلاثة على ناقص إثنان، ولكن أنا خصني نكتبها على شكل إيكغيك تساوي ام اكس زائد بي، يعني خصني نعزل هذه وهذه بوحدها. اذا بكل بساطه يمكن تفكيك هذا الجذر هذا، يعني هذا العدد الجذري، يعني يمكن تفكيكه الى شكل ناقص اكس على ناقص اثنان ناقص ثلاثه على ناقص اثنان. اذا نديرو هنا زائد باش تبان لكم، اذا فكت واحد زائد مع ناقص هي ناقص، اذا عزلت كل وحده بوحدها بحال اذا كان عندي المقام الموحد، وطبعا فككته. اذا عندي اكس ناقص اكس على ناقص اثنان كتساوي لي اكس على اثنان، اي تساوي واحد على اثنان اكس، ثم ناقص مع ناقص كتمشي كتولي لي ثلاثه على اثنان، وهذه كتبت المعادله ديال المستقيم ديالي المختصره، يعني بطريقه الصيغه المختصره ديالها. باش نفعل هذه بكل بساطه، انا من هذا الشيء كل شيء بغيت انا ياهير هذا ايكغيك هذا، واش مفهوم بهاد ام هذه، حيت انا عارف ان ام كتساوي ام تريل، وانا اعتبر حنا كنقلبوا على دلتا، وانا اعتبر دلتا معادلتها المختصره هي ايكغيك تساوي ام تريل اكس زائد بي، واش مفهوم؟ اذا في هذه الحاله هذه بما ان دلتا و دي يوازي دي، فان اش كنستنتجو ان ام تساوي ام بريم، ومنه هذه لقيت القيمه ديال ام هي 1 على 2 ايكغيك تساوي 1 على 2 اكس زائد بي. اذا خصني بي دابا كنعوض ديك النقطه اللي عطاولي 2 3 هنايا، اذا لنحدد بي، اذا لدينا ا 2 3 تنتمي للمستقيم دلتا، اذا كنعوضوه هنايا، اذا اكس كتولي لي 2 و ايكغيك كتولي لي 3 زائد بي، اذا هنا كتولي لي 3 تساوي 1 على 2 في 2 هي 1 زائد بي، اذا باختصار كتولي لي بي كتساوي لي 3 ناقص 1 اللي هي 2، وشوفوا بين 2 زائد 1 تساوي 3، وهذه لقيت بي، اذا بي تساوي 2، ومنه اذا هنكتب هنايا، ومنه فان المعادله المختصره ديال دلتا، اذا دلتا كتكتب على شكل ايكغيك تساوي 1 على 2 اكس زائد 2 حيث لقيت بي، وإلا هما ما طلبوش مني المختصرة، قال لك حدد المعادلة الديكارتية، يعني خاصو يكون إيكغيك ما كاينش، راه خاص تعطيني واحد المعادلة تساوي صفر، إذا كنحط 1 على 2 إكس زائد 2 ناقص إيكغيك تساوي صفر، ثم من الأحسن نرتب إكس حدا إيكغيك حدا القيمة اللي بقات، إذا 1 على 2 إكس ناقص إيكغيك زائد 2 تساوي صفر، هاني لقيت المعادلة الديكارتية. ديال هذا التمرين بسيط جدا، اذا ما كاينش شي حاجه صعيبه هنايا في هذه التمارين، اذا خاصك غير تكون شويه ضابط المسائل ديال، نتمنى انه تكون الشرح وافي واستفدتوا مزيان، تابعونا الى اللقاء.